وينتابك حنين جارف إلى شيء ما أو حدث ما. الجدي والدلو لديهما الكثير مما يقدمانه لك. الأجواء العاطفية صافية والرؤية تبشر. يا أهلين وسهلين والله. أهلين فيك. نور البيت. ينور أيامك يا ندى. يسلموا. يسلموا الديات. من إمتى نحن موعودين بالزيارة؟ مو من 3 شهور؟ مو لحتى تخلصي رسالة الماجستير تبعك وتفضيلنا؟ أخ يا عبير، خليها بالقلب تجرح ولا تطلع لبرا وتفضح. والله العظيم عم بركض كل النهار ما عم بلحق. مثل ما بتعرفوا ابني ضيع، يعني لسه ابن شهور. وبتعرف الولد بهالعمر قديش بيتعب وقديش بيعذب وقديش بده عناية وانتباه. طبعا اسأليني إلي. لا، وهشام مثل ما لكم شايفين الصبح بالمستشفى وبعض الظهر بالعيادة، يعني ما عم شوف وشه. عامل البيت أوتيل للأكل والنوم بس. صحيح، ليش تأخر هشام كل هالقد؟ ليكون ما بده يشوفنا. سبحان الذي خلقك أنت الثاني، شو بتضلك شكاك؟ ما بقدر عبير، أنا الله هيك خالقني، بشك بحالي. قومي ندى احكي معه بسرعة خليه يجي، ليكون بده يطنشنا وما يجبنه. لا أنت الثاني مو لهالدرجة. اسمعي ندى، اسمعي، بالظاهر فاق ابنك. طبعا بده يفيق، مو شايفني عند ضيوف ومبسوطة؟ الله وكيلك، بده يعني ضل نايمة جنبه، ضلني عم بهز له التخت، وإذا تعبت إيدي ثانية بيفتح تمه وبصير بجعر. روحي الله يعينك ويحمل معك، قال لا يعرف الهم إلا من يكابده. ليش أنت كمان بعدك بهالمشكلة؟ أي نعم ستي، كلنا بالهوى سوا، بس بصراحة هلأ الأمر كتير اختلف. شلون يعني؟ ما فهمت عليكي. يعني أنا الثانية كنت أركض ببنتي ريم صبح ومساء، وما قالك علي يمين. اللقمة شو هي اللقمة؟ ما أتهنى فيها. لك فيلم عصة طلعت ما أقدر أتفرج. إذا عندي ضيوف ما أتهنى بالقعدة معهم. ويا من تراني حاملة هالبنت وعم غنيلة وهزلة وهالرجلة، وهي لزقانة فيني مثل التهمة، يا أما معربشة برقبتي بإيديها ورجليها مثل العرتيلة. بس هلأ ربك حميد لقينا من الضيق مفترج ومشي الحال. شلون مشي الحال؟ ما بعرف، اسألي هالمنظومة اللي قدامك. يا ستي ارتحت من كل هالموضوع، جبت لها بيبي سيتر. نيالك يا عبير، فعلا البيبي سيتر صارت ضرورية وعز الطلب. طبعا انتي شوفي وين كنا وين صرنا. تسلمي لي عبير، بدي منك هالخدمة. اقمري هلا بس يجي هشام بدي تقنعي لي اياه انه يجيب لي بيبي سيتر. حاكم الرجال ما بسمع من مرته لو مبرى لسانه. هي اجا هشام ابن الحلال، عن ذكره بيبان. مساء الخير يا جماعة. اهلين دكتور. مرحبا ندى. وينك هلا يا دكتور؟ الله يعين مرتك عليك. اسف يا جماعة على التأخير، بس شو بدي اساوي؟ فكرناك نسيت الموعد، كنا حنمشي. أعوذ بالله، شو انسى؟ شو كل هالقد شايفني قليل الذوق؟ بس اللي صار اني طلعت بجوله بالمستشفى وبالصدفه شفت مريض تعبان كتير وحالته بتقطع القلب، ومع انه ماله مريضي بس اضطريت ضل جنبه حتى استقر وضعه. ليش وين طبيبه؟ شان الله عارف، لا تفتح لنا جروحاتنا، خلينا ساكتين بيكون احسن. وين طبيبه؟ خير دكتور، ليش جاي ممقوت كل هالقد؟ الله وكيلكم، صاير كل دكتور عم يعك شكل، شي بيعالج الحمى المالطية على أساس قريب، وشي بيشتبه بالتهاب الزايدة الدودية خاصة عند البنات، وبينسى أنه في شي اسمه كيسة على المبيض ممكن تعطي نفس الأعراض، وشي عم ينظر المعدة على أساس سرطان، ويلي عم يولد قيصرية بدل الولادة الطبيعية لأنها أربح وأسرع. لك شو بدي أحكي لأحكي إن شاء الله. بس بهالصورة خليتنا نخاف على حالنا دكتور. يا سيدي الله لا يحيشكم، على كل حال بكرر اعتذاري للتأخير. شو بلاقي لفندي نايم؟ بالزور لنام. هاتي لأمجأ كم مجأة. هاتي. سلملي 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 سلملي. شوف هشام، أنا ما عاد أقدر أسكت على هالوضع. شوف لي بقى الله يخليك شي حل يناسبني قبل ما أفرط. ما عم لحق لا على الولاد ولا على شغلي ولا على شغل البيت. مثل العادة لازم اسمع هالموشح كل يوم والتاني. الحق بإيدها هشام، لا تظلمها، يبدو صغير تعبها. طيب شو بتريدوني ساوي لحتى ترتاح؟ أخذ صغير معي على المستشفى حتى يسرح ويمرح بين العنابر والكريدورات وغرف العمليات والأوويش؟ اسمعوا على هالحكي، أنا عم بقول لك خذه معك. لك شو معنات كلامي؟ هلأ طولي بالك عليها شوي وفهم وجعه وبعدين لومها. بصراحة هشام الركض اللي عم تركضه ندى بين جامعتها وبين بيتها مو قليل بنوب. اي والله ما تكون وحده غيرها لكانت مرضت والتحشت بيها التخت لا من تمها ولا من كمها. يا تسلمي لي يا عبير، شو بتعرفي تحكي؟ اصلا ما حدا بيفهمني بهالكون غيرك. قسما بالله لولاكي ولولا محبتك الي لكنت عشت مثل الضيعه بهالحياه. ولو ندى هذا واجبي،
انت حبيبتي ورفيقه عمري، وصدقيني صدقيني انت اعز علي من كل اخواتي. شوف شلون عم يدهزوا لبعضهم، اكيد في شيء ورا هالحب القاتولي يلي بيناتهم، ما في ذلك شك ابدا يا ابني. مو مساله حب قاتولي، بس انتو رجال بتكون قطن خشب يصطادوا ما ياكل. عجبك هشام افندي؟ هاي لحقتنا طرطوشه. معلوم بدها تلحقك طرطوشه، اصلا انتو رجال كلكم مثل بعض، نفس النمره ونفس المسطره. هلا كلي هذا نفس المسطره؟ يا عيب الشوم عليك، انا ماني مريحه. هلا حتهدني بهالشغله اللي افلحت فيها امنت لي اياها؟ وشو هي الشغله بقى؟ يا ستي جاب لي بيبي سيتر لحتى تقعد مع البنت لما بكون بالشغل. وليش هيك عم بتقوليها باستخفاف؟ لانه واجبك تريح مرتك وتدور على الشيء اللي بيسعدها، يعني الشغله ما بدها منيه. واذا كنت مفكر حالك عامل خير معي فارجوك تكمل معروفك وتبطل بقى بهوره ومنفخه، مو من شان شيء، من شان يحسب لك ثواب عند رب العالمين. لا حول ولا قوه الا بالله، اذا قصرنا معكم تفضحونا، واذا خدمناكم تتمسخروا علينا، شو هالحاله هاي؟ هلا خلينا نرجع لموضوعنا بيكون انسب. شو رايك يا ندى؟ وحسما للموضوع انك تاخدي استيداع من شغلك سنت زمان. يا سلام، هلا هذا اللي طلع معك؟ طبعا، لك مين بده يقعد عند الولاد؟ هلا معقول يعني بعد ما خلصت دراسه الماجستير مو باقي لي غير استاجات المستشفى اقعد بالبيت مثل خالتك بدريه وعمتك بهيجه؟ صدقيني يا ندى، الماجستير والولاد ما بينجمعوا، الثقافه وتحصيل العلم وتربيه الاطفال ما رح يحصل توازن بيناتهم يا اخي. طيب ليش ما بتحطوا له ضياء بمدرسة داخلية؟ أو روضة خاصة مثلا؟ أعوذ بالله، بدك يعني حط ابني هنيك حتى يجيني يا مرشح يا مقرب يا مريئن يا مأمل؟ وليش هالشدة يا رسول الله؟ أصبح ما في قدامكم غير تعملوا مثلنا. شو يعني نعمل مثلكم؟ مثل ما عم قلك، اعملوا مثلنا. والله فهمان عليكي من أول ما بلشتي تحكي، بس صدقيني يا عبير البيبي سيتر ما رح تقدر تعتني بالطفل مثل ما بتعتني فيه أمه. طيب شو الحل بنظرك؟ تفضل أعطينا حل. والله الحل عندي هو إنك تقعدي بالبيت مثل كل هالنسوان. يعني درست 6 سنين طب وسنتين ماجستير مش هروح أعلي لك الشهادة بالمطبخ؟ لا حبيبي لا، روحي ما حذرت. وضروري تعلقي الشهادة بالمطبخ؟ ينقصنا كركوبة علقيها بأوضة نومك جنب صورة عرسك بيكون أفضل. بلا مسخرة وتفتيء هشام، قلبي علقان على نكشة ومالي لقياني مزح تقيل عند هالمسا. طيب اسمعي لقلك، أنا ما عندي مانع تشوفي لك شي بيبي سيتر لفترة، بس على شرطة. وشو هالشرط بقى؟ الشرط أن تكون نظيفة وآدمية وتهتم بالولد بشكل حضاري ومدروس، يعني مو تجيبي لي وحدة كانت لفاية عادية وترفعت لبيبي سيتر. إذا بتحبوا أنا بخدمكم بهي القصة، هذا إذا ما كان عندكم مانع. شلون بدك تخدميهم بقى؟ أنا بقدر بخدمه. يعني شو بفهمك بهالشغلات؟ هو معك حق أنا ما بفهم بهالشغلات، بس البيبي سيتر يلي عنا قالت لي إنه عندها أخته حابة تشتغل. يا ريت يا عبير يا ريت، يعني إذا بتأمني لي وحدة ما بنسى لك إياها طول عمري. ولو لك من عيوني، بس على الهوا ما فهمت من أختها إنه هي ما بتقدر تجي لعندكم غير قبل الظهر، لأنه بعد الظهر والمساء عندها صبي عم تعتني فيه عن جماعة وما بتقدر تتركه. شو عليه؟ اصلا نحنا ما بدنا اياها غير قبل الظهر وبس. مزبوط، اصلا انا شغلي كله قبل الظهر. ولا يهمك ندى، اصبح بكره انا برد لكم جواب. يا جماعه ما جعتوا؟ الغدا جاهز من الساعه. ليش معزبين حالكم؟ شو نحنا غربة؟ ليش ما بيجوع الا الغريب؟ صدقوني انا جوعان اكثر منكم. تفضلوا قوموا قوموا. يا حبيبي هاي الببرونه تبعديا. بس حبيبي بس لا تبكي. ايه بس حبيبي، يلا هاي الببرونة. الو اهلين عبير. اهلين حبيبتي، كيفك انتي؟ لا والله بس كنت عم ساوي الببرونة تبعضيها. ايه طمنيني شو صار معك؟ اه يعني مش الحال؟ تسلمي لي يا عبير. طيب حبيبتي لكن عطيها العنوان خليني اشوفها. لا طبعا، يعني شي يومين ثلاثة بشوفها أنا بعدين بحكم عليها. إيه لا ولا يهمك، لا أكيد بحكي معك اليوم. يي الشاي على النار. شو ندى؟ مين اتصل؟
اتصلت عبير، قال اختي البيبي سيتر اللي عندها رضيت تيجي لعنا. يا ستي اهلا وسهلا فيها، بس وينك ندى؟ ما بدي اوصيكي، النظافه عندي اهم من كل شيء، بفحصيها منيح، حاكم بيت زرزع بدني من الوخامه وقلة النظافه مو بيدي. انت ولا يهمك، اترك هالشغلات علي، يلا تعا افطر حتى ما تتاخر على شغلك. وين الشاي؟ يلا حبيبي جاي جاي. والله نعم على قلبي، صب انت شاي لبين ما رد عطيهم. حاضر. شلون شفتي لي هالصغير يا جميلة؟ يخز العين حوله ما أحلاه، بياخذ العقل، شو حلو وشو ناعم وشو هادي يقبر قلبي. خوش أنا معودة على الأولاد من صغري ها، يعني ومهما كان الولد طبعه شرس أنا بعرف دواه عندي أنا يا مدام. بس بصراحة وبدون مجاملة يعني ضياء دخل صمصين قلبي من جوا، يقبر قلبي ما أحلاه يقبر قلبي. شوفي الأكابرية كيف عم تشر من وشه، شوفي مدام. طيب وبركي عذبك وانا بشغلي بالمستشفى؟ ولا يهمك مدام، انا بعرف اتصرف لحالي من دون ما ازعجك. للضروره القصوى فيك تتصلي فيني على هذا الرقم، ليكم مسجل هون، وما في مانع كمان تتصلي بهشام ليكو رقمه مسجل هون، وانا بكل الاحوال كل نص ساعه ساعه بتصل فيكي. صدقيني مدام ما في داعي لكل هذا الحكي، انت كثير عم تعقدي الامور. لا يوه شلون ما في داعي؟ طبعا مدام، لانه انا فيني عادي كثير كثير حلوه بتريحني وبتريح الابوين وبتريح البيبي كمان. شو هي؟ اول ما بينام البيبي بنزع فيش التليفون مشان ما يفيق وينزعج من الرنه. ايه بس انا هيك بيغلي قلبي عليه. ولا يهمك مدام، انا بتصل فيكي. ها يعني صار فيني روح وانا مطمنه. بس وينك جميله؟ مري مدام. الله يرضى عليكي، بمجرد ما ترست الباب وراي ما بريدك تفتحي لحدا مهما كان وضعه، وما بريدك تتركي ضياء ولو ثانية واحدة. ولو ست ندى لا توصي حريص. وعالطاولة هون في مجلات جديدة وحلوة كتير، مو مثل المجلات اللي عند الدكاترة والحلاقين. وإذا حبيتي تتفرجي عدج ما في مانع، هاي الريموت كنترول. وبصراحة أنا وهشام مانا مشفرين ولا محطة، لأنه ضياء لساته صغير. صدقيني يا ست ندى، كل هالشي ما رح يلزمني، لأنه أنا وقتي مو ملكي، وقتي كله ملك صغير. بعدين يعني ما تواخذيني بهالكلمة، أنا لما بدي أقبض منك مصاري ما رح أقبضهم مشان أتفرج على الدش والمجلات. على راحتك جميلة، أنا فكري سليكي حتى ما تملي. لا تخافي علي مدام، أنا ما بمل، أنا بسلي حالي بحالي. عظيم، يلا أنا صار لازم أمشي. هات بوس يا ماما. يقبر قلبي، نام على إيدك. ديري بالك عليها. ولا يهمك مدام، حطه بعيوني إذا الله راد. وأنا رح شوف خاطرك. يعني حبيتيها؟ صدقني جميلة بنت ظريفة كتير، ما منلاقي مثلها. عال أصلاً هذه اللي بدنا إياها. الله وكيلك، اليوم إجيت لقيتها محممته حاطط له عطر وغيرت له أواعي وصاير بين إيديها مثل اللعبة. يا سلام، شو بدنا أحسن من هيك؟ بس أنا اتصلت الظهر مرتين وما حدا رد علي، بقى أنت منبهة عليها ما ترد على التليفون؟ لا، بس يمكن كانت عم بتغير له. المهم، ارتحتي هلأ وانبسطتي ولا شلون؟ ايه والله ارتحت يا هشام. ليش حلياني بهاليومين؟ من قلة الركض والفعي، بعدين صار بإمكاني نام ساعة بعد الظهر. خي هلأ ارتحت من النق. هلأ أنا نقاء؟ لك لا عم بمزح، ما في ست بالعالم بتنق، الرجال هن اللي بنقوا. فكرت. لما رايحة؟ في فيلم حلو كتير طالع بالفضائية، انت شو بدك فيني نام؟ هلا وقت الفضائية، هلا فضائية طالع فيلم.
يا ستي جميلة مثل اخت عبلة فرد شكل راكنة وهادية ومن تمساكت. شافي شو هادي؟ تسلم لي عيني على هالطبع شو حلو. لأنه بيني وبينك في بيبي سترات عصبيات وملهوجات وراكبون لجنان. بس جميلة غير شكل. يعني صدقيني ضيا صاير طبعه مثل حكايتها. يعني كان بالأول يبكي كتير ويفعي كتير ويحرق شي بطعمة وشي بلا طعمة. أما هلأ ما شاء الله عليه ملايكته هدياني وطبعه حلياني. وصدقيني هذا كله بفضلك وما رح أنسالك إياها كل عمرك. ولو يا ندى هذا واجبي. لا محلاني والله أنا مرتاحة بعيشتي ومبسوطة وأنتي مرمطة ومشحططة ومنغصة. ما بتصدقي يا عبير إذا قلت لك إنه جميلة حفظت برنامجي بالكامل وصارت توقت نوم الضياء على جيتي أنا وهشام على البيت. مو بس هيك جميلة من كتر مو هي ذكية عم تاخد الولد كل يوم ساعة لحتى تشممه هوا بالجنينة اللي جنب البيت وتغير له جو. يا ستي مثل أخت عبلة فرد شكل. من يوم اللي اجت لعندي عبلة صرت اقدر اقضي كل زياراتي وكل واجباتي بعد الظهر وانا مطمنة ومرتاحة. شو متمنية يكون عندي كاميرا خفية لحتى اشوفها كيف عم تشتغل بضياء لاني كتير حاسستها انها ذكية ونشطة. بدك يضلوا هيك على طول وما يملوا؟ لا ان شاء الله دخيلك يضلوا هيك وما يملوا ويطعمني ولا يحرمني يا رب. حسنا لله يا عالم، حسنا لله يا محسنين. الله يخلي لكم اولادكم ولا يحجبن السؤال. حسنا لله يا ناس اللي تجيب حليب لها صغير ما معي. شايف ضياء مو على بعضه. كيف يعني مو على بعضه؟ يعني صار له جمعتين هديان وكانين ومرتخي ومشليين حتى وزنه خافف. مالك ملاحظه هالشي؟ بلا ملاحظه هالشي. بعدين كاني ملاحظ دائما عنده رغبه للنوم مو هيك؟ بجوز لانه جميله ما عم تخليه ينام كثير. وليش لحتى ما تخليه ينام؟ يعني هيك فكره احسن الك والي مشان ينام بعد الظهر وما يزعجنا. ما بعرف كأنه الولد كان أنشط من هيك بكتير. إيه معلش حبيبي هن الأولاد لما ببلشوا يوعوا بينشقفوا شوي وبينحفوا. بس خايف يكون مريض يا ندى ولهالسبب لازم نراقبه. سبحان الذي خلقك على هالخيال شلون بيشطح. قال مريض قال فال الله ولا فالك. على كل حال أنا فايتي نام جنبه. بدك شيء؟ لا سلامتك. تصبح على خير. وقتي من أهله. مرات ما كنت تردي. شو وين كنتي؟ مزبوط بصراحة أنا سمعت التليفون عم بيرن أكثر من مرة بس ما رديت لأني كنت عم غير لضياء وخفت أتركه. ما اختلفنا. المرة الثانية والثالثة ليش ما رديتي؟ لأني أخذت الصغير على الجنينة مشان يشم هوا ويتفرج على البطاط. بس ما بيصير هيك يا جميلة. كوني محلي. شو بدك تفكري؟ إيه والله غلي قلبي وإجري قصفوا وإجيت ركيد مثل الصاروخ على البيت لحتى أطمن عليه. إيه بس مدام أنا ما غبت كتير برات البيت يعني يا دوب ساعة لأني حسبت هيك حساب. حساب شو؟ إنه يغلي قلبك عليه مدام. طيب ماشي الحال حصل خير. أكل منيح؟ إيه طبعا خزيت العين حوله شرب برونتين. طيب ماشي الحال. أعطيني إياه. أعطيني إياه. تفضل. هلأ أنا ما بقى بدي منك شي. إذا بدك تروحي روحي.
اوكي مدام، شكرا. شو ماما؟ شو حبيبي؟ يصير منوب. شو مبين قاعدة بالبيت؟ ما رحتي اليوم؟ لا والله ما قدرت اطلع برات البيت فشخة واحدة. يو خير، ليش بقى؟ لاني سمعت ان الدكتور هشام اليوم بده يرجع بكير على البيت، اي فخفت انزل اتأخر ويرجع ما يلاقيني واعلق بالسين والجيم. ايه انتي خبريني امتى رجعتي؟ يعني بدك تقولي من شي ساعة، وبيني وبينك الغلة اليوم قليلة كتير ما بينحكى فيها. قديش يعني؟ يعني حوالي 50 ليرة. اوف، ليش وين قعدتي اليوم؟ بالمزة قعدت وجنب مطعم 5 نجوم. لك غشيمة، حدا ببسط قدام مطعم 5 نجوم؟ لك ايه شو بدي ساوي يا جوجو؟ شو بدي ساوي؟ شفت الشارع معجوق والناس لابسة وجاخة، قلت لحالي يا بنت الحق الدسا لك تعي لهون. غلطانة كتير يا عبلة. لك شو ليش؟ لانه الغناية حبيبتي ما بيدفعوا كحتيت هدول، بدك تدوري انت على الهفتان الموظف وتلزقي فيه. بالله شو هلا عدلي طلع معك انت التانية؟ ايه لك، لانه الموظف هو الوحيد اللي بحس فيكي. لك شو ليش يا جبه؟ لانه الحال من بعضه طبعا، كمان هو شحات كل شهر بوظيفته، يعني الفرق بينك وبينه بس انه هو موظف وانت لا. بعدين بحكي مع عبال. مرحبا جميلة. اهلين دكتور، اهلا وسهلا. تعا هشوف بابا، تعا تعا استلم لي هالوش. ما اشتقت لي بابا؟ ما اشتقت لي؟ شو ما رجعت ندى؟ لا دكتور لسه ما رجعت. بسيطة، إذا بدك تروحي ما في مشكلة، الله معك ويعطيك العافية. حاضر دكتور، على كل إن أنا طعمته ولازم بعد شوينا. شكرا لك جميلة، كتر خيرك. تأمرني بشي تاني دكتور؟ لا سلامتك، الله معك، مع السلامة. شكرا، يعطيك العافية. بابا بابا، وينك جميلة؟ لحظة. نعم. كتر خيرك، سلم ايديك. وخيرك، الله معك. شو بابا؟ شو بابا؟ يسلم لي الوش. شو ليش بعمل بحالها؟ كنت احكي قبل ما اصرف المخلوقة. وين كيس الحفاضات؟ يسلم لي هالضياء، مجرد ما طلع من الحمام راح نايم. ندى ملاحظة مثل ما لي ملاحظ. لا شو ملاحظ؟ يعني كأنه لون هالصبي مغمق كتير ومسمر. شلون يعني؟ ما بعرف، بس صاير لونه وشكله مثل ولاد الشوارع. لك حتى ريحته صايرة مثل ريحة المعزة، وكأنه مقضي طول النهار بصقاء وسافقته الشمس. سافقته الشمس؟ سبحان الذي خلقك على هالملافظ. قال سافقته الشمس قال؟ طيب بحلقي فيه منيح، شوفي شلون صاير. يعني هذا ابن الدكتور والدكتورة؟ هلا لا تقعد تهز لي بدني وتشتغل فيني عند هالمسا. اذا كنت عم بتلمحني انا مقصره بشي، انا ماني مقصره بشي. صدقيني مو هذا قصدي، بس كل الدوره واللفته مشان قلك انه الولد متعرض للشمس كتير. ايه بيجوز، لانه جميله عم بتنزله على الجنينه كل يوم. نعم عم تنزله على الجنينه؟ ايه شو فيها، ليش هيك مستغرب كتير؟ وكيف بتسمحي لها تطالعه بغيابنا؟ ما في شيء، جميلة قالت إنه لازم كل يوم ينزل تهوية ساعة. يا حبيبي هلأ جميلة صارت المستشارة الطبية تبعنا وأنا مالي خبر؟ لا بس يعني بعدين هي مو ساعة تهوية، هي ساعة برونزاج على هوا مالي ملاحظ. هشام شبك، ليش هيك بتحب تعقد الأمور؟ اسمع ورا الحكي، قال أنا بحب عقد الأمور. عم قلك الولد مو عاجبني وبخاف عليه من ضربة شمس أو من حمى السحايا لا سمح الله. بقى شوفي ندى، كلمة واحدة ورغطاها، بكرة بتنبهي على جميلة حتى ما تطالعوا لمطرح إلا إذا كنتي معها،
وإلا قسما بالله العلي العظيم بيطلع خلقي عليها وبيطوش حجري. ها حاضر ولا يهمك، بكرة بنبه عليها. غيره سلامتك. هالساعة تهوية هذا اللي كان ناقصنا. قال ربطوا الحمار على باب الحلاق، قام تعلم الحكي. شو قلت حبيبي؟ بشو؟ يعني مو صار لازم نعزم اختي وجوزها على العشاء؟ يا عيني قلت لك هلا مو وقتها. هلا لا تفور لي دمي، الجماعه قالوا علينا نحن مقصرين. طيب ماشي، شو بتطلبي؟ مري بدي منك تجيب لي شويه غراض. مثل شو يعني؟ بدي تمرق على الشعلان وتجيب لي كيس فريكه وكيس حمص وكيس عدس، ولا تنسى الخضره والفواكه. شو جيب لك خضره؟ هلا ما عاد تعرف تتصرف، يعني كوسة، باذنجان، بندورة، خيار، وإذا لقيت يبرق ما في مانع، ولا تنسى النعنع والبقدونس والجرجير. أمرك عبير خانم، غيره شو في؟ لا، لأنه اللحمة أنا بجيبها، والحلو أنا بوصي عليه. حلو كتير، خاطرك. لوين يا مهوين؟ شو بدك كمان؟ حط بكفي لقلك حط. لك شو بدي حط؟ حط المعلوم لحتى أقدر دلل ضيوفي. أمرك. لك الله يخلي لي إياك، يا مستتني، يا مهنيني، يا مفرحني. يا ظالمني. الله معك يا ظالمني. الله يخليك، مشانها صغير بس اشتري له حليب. الله يوفقك. الله يعطيك إلهي من مال الله يا أخي. الله يوفقك، بس بدي اشتري له حليب، ده الولد ما معي. الله يوفقك. ايه بس خمسة. الله يديمك إلهي. مال الله يا محسنين، الله يدينكم لشبابكم ويخلي لكم اولادكم. بدي بس اشتري حليب لهالولد. الله يوفقك الهي. الله يخليكم. الله يعطيك الهي وربي. من مال الله يا محسنين، الله يخليكم اولادكم ولا يحيشكم للسؤال والمذله. من مال الله يا محسنين، من مال الله يا عالم، من مال الله يا أخي. الله يخليك لأخيك للسؤال والمذلة. الله يوفقك. بس نجيب له حليب للولد. لك من كتركم ما عاد عرف الواحد مين صادق فيكم ومين كاذب. الله يسامحك إلهي. الله يسامحك. من مال الله. هالولد إليك؟ إيه ابني بس مريض. الله يعافيه يا رب. الله يسلمك إلهي. الله يخليك. والله السؤال والمذلة. الله يوفقك. خلي لك شبابك إلهي. من مال الله يا حالا. العمى والله هالصبي بعرفه منين، وين شايفه يا ترى؟ اي قسما بالله هذا ابن هشام، نفس الحواجب ونفس العيون. ليه؟ عجل شوي يا حباب. الله يخليك، بدي احكي تليفون ضروري. طول الليل امبارح عم تقول لك وخطك مشغول. مع مين كنت عم تحكي؟ عم اقول لك عجل شوي يا اخي. ولك طول بالك لحتى نفهم من المخلوقة. قسما بالله امبارح تذكرتك لما ذبحنا البطيخة وطلعت حمراء. قلت إذا كان حظي من البطيخ أحمر فليش لحتى. ولك عجل شوي يا بطيخ. لمين هي يا أستاذ؟ لمين يعني؟ إلك. إيه إلك تضرب أنت وهالمنطق. ذات الحق مو عليك، الحق على يعمل لكم عالم وناس وركب لكم تليفونات بهالطرقات. إيه إذا كان هيك ماني مسكر والسما زرقاء وروح بلت البحر. إيه حبيبتي معك انا. حبك خير سبع عروس ان شاء الله. بعد يا اخي بدي اشوف الدكتور ضروري. يا طول بالك، في عنده مريض. يا عيني ما بقدر، بدي اشوفه ضروري. يا دكتور هشام. هشام خير؟ امشي معي بسرعه. لوين بدي امشي؟ هلا بتروح بالشحاتة، ما في وقت اشرح لك. انا مش حادي اللي اخذ ابنك معه. امشي ابني. ايه ابني اخذته. امشي بعدين بفهمك. امشي امشي. لحظه لحظه وين راحت؟ هلا كانت قاعده هون. لك عارف انت اعصابك تعبانه اليوم، خلينا نروح على البيت بيكون احسن. شفت بعيني، عم اقول لك شفت بعيني. اخي الشحات اللي كانت قاعده هون وين راحت؟ هلا راحت هيك. ايه امشي. من مال الله يا عالم، الله لا يحيشكم للسؤال مشان هالولد. ليك شو مو ابنك هذا يا عم؟ لك هي جميله وهذا ابني اللي بحطنا. العمى شو ملبسته؟ يخرب بيتك. ولا جميلة جميلة. شو بيت
جادك. اشتريت لك شريط كاسيت مبارح بيطير ضبنات العقل في غنية ماما أحا بابا دحا بابا يحا. بوس ايدك يا سيدي، لا تكتب شي، الله يوفقك، عطينا الله يخليك. الله يخليك يا سيدي، بوس ايدك، والله ما عاد والله ما عاد. عن جد سيدي اخر مره بنساوي هيك شغلات، بنوعدك يعني. ولك يخرب بيتكم يا عديمين الوجدان، ولك كيف بتسمحوا لنفسكم انه تتاجروا باطفال ابرياء؟ ولك اهالي هالاطفال عطوكم ثقتهم وسلموكم بيوتهم واولادهم، ولك كيف بتسمحوا لنفسكم انه تخونوا هالثقة؟ يعني لولا هالزلمة هاد ما شافكم بالصدفة، ما كنا عرفنا طريقكم. لا شو؟ وحدة مبسطة بالشعلان والتانية مبسطة بباب سوق الحميدية. لك الله يخرب بيتكم، لك الله يخرب بيتكم. أنا هديك المرة سامحتكم، بس هالمرة قسما بالله لا أحرمكم تشتغلوا ولا هالشغلة طول عمركم. عفوا سيادة المحقق، ليش هي مو أول مرة؟ طبعا مو اول مره. هدول التنتين عاملين مثل ريا وسكينه، بعدين هدول لهم سوابق ومن تحليل اسماء وهميه كمان. يا حبيبي يا حبيبي على التكتيك، ودخلك شو اسمائهم الحقيقيه بلا صغره؟ هاي المشنططه اسمها سعاد الجرم، وهي المعتره اسمها عدله دمني. وللمعلومات والايضاح هدول لهم اربع اسبقيات وسوابق، وكلهم بتهمة التسول، ووحدة منهم عملية نصب واحتيال على بيع شاورما. وسرعة العام والله. ولك نحن خرجنا بيبي ستر، نحن بده مين يندف رقبتنا ندف، ولك بدنا 100 سنة ضوئية لحتى نصير خلق وعالم. لا والمشكلة وين؟ إنه بدنا نقلد الأجانب ونلحق المظاهر، أما طلعت الشغلة براسنا وراس أولادنا. خلصنا، لا تزيدوا على قلبنا، يلي فينا بكفينا حاجة بقى. هشام خلينا نروح البيت. حاسة ضياء بده تغسيل بالديتول من راسه لاجريه. بعت لي حمى عليك يا ابني، شو تشنططت؟ ودخلكم شو سبب غيابكم عن كار الشحاده طول هالمده؟ كنا بقبرص سيدي عم نساوي شهر عسل. يجوا قبرص ان شاء الله. ولك ليش في رجال تاخذكم؟ ايه في، بس من مرتهم طبعا. قلتوا لي كنتوا بقبرص عم تعملوا شهر عسل. ايه سيدي. يا مساعد نبي. الله يطيب. خذ ريا وسكينه على النظاره لنشوف شو اخرتها معهم. ولي طابي. والله طب عيني مع العيدة، وحياة عيوني مع العيدة. الله يبارك فيك. الله يبارك فيك. انتي عدلة دمني بالذات بتخرسي. انا كارش حادي هون ما بينفع معي بنوبة. لكم شو بينفع معكم هون سيدي؟ هلا بعد الفلقة رح اشرح لكم. لا لا الله يبارك فيك. لا الله يبارك فيك. الله مع العيدة. الله مع العيدة يا سيدي. روحي لعمى ورصاصي احلى على رقبتك انت وياها. وهلأ يا جماعة فيكم بتروحوا على بيتكم وتتركوا باقي الإجراءات علينا. يا سيدي الله يعطيكم العافية وربي يحمل معكم، ما قصرتوا وربي يشهد. شكرا كتير سيدي، شكرا. تفضلوا تفضلوا هوانم جاردن سيتي، تفضلوا وريتكم ما تحوا تبدو إلهي. تفضلوا بيبي ستار. بس اللي بس اللي يلا هلا انت ليش هيك انت عم تبكي؟ لك شبه يعني جوعانه. وليش هيك البيت منكوت فوقاني تحتاني؟ شو ما اجت لفايه؟ بلا اجت بس صرفتها. طمنيني، قدمتي على استيداء؟ طمن قدمت. عظيم، لانه اجازتي بكره بتخلص والناس عم تدق لي لهون مشان معاملاتها. هي من ناحيه، ومن ناحيه تانية يعني ما حلوه بحقي رئيس قسم اضرب واطرح عم اشتغل بيبي سيتر باخر الايام. لك حفظتها هالديباجه، والله حفظتها. لك ليش هيك عم تعمل؟ خير شو في؟ لك ليش هيك عم تطعميها بمعلقة قد وشها؟ هي بتاكل بمعلقة صغيرة. شو بيعرفني؟ هي شغلتي؟ يا لطيف عليكم انتو رجال، بتضلوا بتقولوا بدنا اولاد، ما في احلى من الاولاد، وبس يجي الاولاد بتبلشوا بتتملصوا من المسؤولية مثل الشعرة من العجين. قوم هيك، هات لها طعمية، قوم سخن أكل، قوم خلصني. بابا واوا يا حي حي بقى اوبح، بابا واوا يا حي حي يا اوبح، فتح يا وردة غمض يا وردة، هص يا بابا هص هص ما يشحش عين. مرحبا هشام، يبعت لي حمى تأخرت عليك مو هيك؟ ستي مو مشكلة، تعود الخد على اللطم، خديه من ايدي، دوبي البس وانزل على العيادة، تأخرت شوي. بس
اتصلت فيك 3 مرات ما كنت ترد علي، شو كنت عم تساوي؟ شو بدي ساوي يعني؟ كنت عم حممه. يلا خاطرك. ما بدك تتغدى؟ معلش شربت ببرونة حليب، قصدي كاسة شاي. سلام عليكم. الله معك. أخي هيك الشغل معي ما بيمشي، بدي قوائم بكل القطع الكهربائية اللي عم نستهلكها. فهمت علي ولا عيد وافتر؟ فهمت عليك معلم، فهمت عليك. حاضر. ألو. أهلين عبير. لهاي شو فيها فوق التلفزيون؟ يا عارف دورت عليها ما لقيتها. دوري عليها بالحمام قدام البطة. أنا بطة؟ ليكون قصدك البطة البلاستيك؟ لك مو البطة البلاستيك، البطة اللي بتقول واك واك وتبيض بيضة. شبكي يا عبير، هلا معقول ما تعرفيها؟ ألو ألو. إيه يا أخي، بدي قائمة بكل أسماء البطات، بكل قوائم القطع الكهربائية، فهمت؟ ألو. أهلين ندى خير. لك هشام وين حاطت الحفوضات؟ وين بدي يكون حاطه يعني؟ بجيبتي؟ فتلت الدنيا عليهم ما كنت لاقيهم. طيب دبري هلا، شوفي له شي خرقة أو شي شغلة عربي ما أجي. يا أما انزلي على السوبر ماركت يلي تحتنا واشتري له. لك شو انزل أنت التاني؟ حاطة صبغة على راسي؟ شو بدك ياني أعمل لك ها؟ لا حلو. طيب يا ستي حفظيك بجانتي، البنطلون من بناطيني، بقميص من قمصاني، خلصيني. الله معك، مع السلامة. ايه ستي، خلي هالدواء واستعملي حفوضة قبل الأكل وحفوضة بعد الأكل. تفضلي، إن شاء الله معافيك. ليش تحكي؟ نصها ذهب يعني طار، راح، ذهب،
ونص الثاني ما ذهب، يعني لساته موجود ما طرش بعد. لسه رح تشتغل بالبنت، تفضلوا الغدا جاهز. مرحبا يا مميزة، شلونك؟ عساكي مريضة؟ الحمد لله مريضة. شو هال؟ يا سلام سلم، المجدرة تتكلم. أنا روح قلبي المجدرة مع البصل. بسم الله الرحمن الرحيم. ما قلت لي شو صار معك؟ شفت لخيك خليل؟ خليل؟ وشلون بدي شوفه يعني؟ المنظوم عليت رايته بعد ما صار رئيس الجمعية فلاحية، وأبي يرضاش يقابل مخلوق يخلق إلا بموعد مسبق. بس أنت خيو، والمفروض ما يكونش بيناتكم مواعيد رسمية. هيك المفروض. بس خليل أفندي عامل لحاله صاولي ودولي ومش شايف حد قدامه، لخيو ولميو، كأني أنا حرف ساقط وبيستحي مني الأفندي. فشرة عيونه، وليش لحتى يستحي فيه؟ أنت فلاح وهو فلاح، بقى شو الفرق بيناتكم؟ الفرق إنه هو قوي وغني وكلمته مسموعة، وأنا فقير وضعيف وحقوقي مبلوعة. يعني أرض كل الناس بيعرفوا إنها إلك، بقى ليش؟ هلق شو بدنا بالماضي يا أمي هذا؟ خلاص اللي راح راح، وقبلناش نقلب بمواجهة. صدقيني يا أمي هذا إني مش زعلان عشان الأرض يلي ما قدرتش حصلها منه، أني زعلان ومقهور لإني مش عم بقدر صلح قطعة هالأرض الصغيرة البقياني عنا. طول بالك بي، كل شي بينحل على القليل مشان صحتك. مش بيدي يا ميادة، مش بيدي. الواحد لازم يحسب حساب، لأنه الزمن ملوش أمان، ملوش أمان. غدار يعني معروفي، يوم بيخليك فوق ويوم بيخليك تحت، معروفي ميادة. طيب أنا عندي رأي. هاتي لشوف. ليش ما بترهن البيت حتى؟ هص هص، لا تجيبيش هالسيرة على لسانك بتاتا. قال ارهن البيت؟ قال عال؟ والله هذا اللي كان ناقصني حتى تكمل معي. خير يا ابو مياده؟ لا لا لا، افشي ابدا. اعطيني كاسه مي الله يرضى عليك. روشي روشي. يعني انا مش حارق قلبي الا هالكم الطويل العريض اللي ما طلع منه ولا 20 صحايه عنب. الله وكيلكم يا جماعه، الله وكيلكم. حق السماد اللي دفعته للدواني ما جبته. يعني أرضي أنظم، قسما بالله شجرة التفاح يلي كانت تجيب بموسمها 400 كيلو هلق بهذا الموسم ما جابت 20 كيلو. هسه بدنا نظل نحكي بهالقصة؟ أمر الله وحصل. الموسم مضروب والكرم معطوب، بس الرزق من عند رب العالمين بعد اسمه مكتوب. والنعمة بالله ما نقولش لا، بس كيف بدنا ندبر أمورنا؟ كيف بدنا نوفي ديوننا؟ أنا من جهتي نويت بيع أرضي، وإلا قسما بالله بسفة تراب أنا وعيالي. على عيني، بس مين بده يشتري مني؟ يعني في غير خليل؟ قولتك، هذا بتفرقش معه لا إذا انضرب الموسم ولا إذا الأرض بارد. المال مكدس فوق قلبه تكديس، وكله من استغلال الناس. طبعا هاي أبو ميادة خيه من أمه وبيه، ومع ذلك ما وفروش حتى الأرض اللي خلف له إياها بيه، سطالوا عليها. الله يسامحه، شو بدنا نعمل معه يعني؟ ذمته واسعة، يصطفل منه لربه. هات شاي يا أبو معذب. شو صار مع بيي بعدين؟ بخصوص شو؟ بخصوص 300 ألف ليرة مشان يصلح فيهم الأرض. والله يا بنتي بعد ما انضرب الموسم بقيش حدا معه مصاري، والفلاحين كلهم عم يبيعوا أراضيهم حتى يعيشوا. بقى منين بده يتدين المسكين؟ يعني معقولة أفيش حدا بالضيعة معه مصاري؟ فيه بس قلال. مثل مين يعني؟ مثل أبو دعاس مسار الأراضي وأبو سعيد الدكنجي. طيب ما يروح لعندهم يتدين منهم؟ بي حقاني والناس بيحبوه. هذول ناس بيخافوش الله، وشروطهم قاسية، وبيمصوا دم البني آدم مثل العلق. الله لا يشبعهم. يعني ما راحش لعند حدا؟ راح بس ما مشي الحال. طب أنا عندي فكرة. شو هي؟ السبيي بحطاش واطي لعمي خليل، مش هيك؟ هيك. طب خليني روح لعنده، بلكي بقنعه. بشو بدك تقنعي؟ بلكي بديننا شي 400 ألف ليرة، منه نربح بحب 100 ألف ليرة ومنه منصلح الأرض. إلهي صلحوا رقبته. طب بلكي بحن علينا؟ شلون بده يحن؟ الأرض اللي خلفها جدك لأبوكي لهفلي إياها. طيب خليني جرب. والله ما بعرف يا بنتي،
هو المفروض انه يقدر زيارتك له، وخاصة انك بنت خيه وكان يحبك كثير وانت صغيرة. بس هالشي لما كان فقير ودرويش مثلنا، اما اسه وبعد ما صار معه مصاري وصارت هالقطيعة بيننا وبينه، بعرفش اذا كان بيستقبلك. طب خليني حاول، لاني حاسي بوضع بي كثير، وبعرف انه هو عم بكابر على حاله مشان ما يضايقناش بهمه. بس بخاف يا ميادة اذا اجا بيك. وينك يا بنت هاي؟ اهلين بي اهلين. يعطيك العافية. الله يعافي قلبك يا ستة. من انت هاي جبت لك هريست اللوز يلي بيحبها قلبي تقبر عظامي قبر. يسلم ودياتك بي، ليش معذب حالك؟ افيش عذاب، عذابك راحة يا تقبرين هاي. تقبشيني قبش. شو وين كنت؟ وين بدي كون يعني؟ بالقهوة عم نطق حنك مع المعترين المعذبون في الأرض. تعرف يا ميادة؟ شو؟ ميادة قالت لي شغلي أنا اقتنعت فيها. بخصوص شو؟ قالت إنه حابة تروح لبيت عمها خليل وتحكي معه. شو؟ بتروح لبيت عمها خلال؟ قسما بالله إذا بتروح لبيت عمها خلال؟ شو عوين؟ شو الفكرة؟ ما يروح عمينا ابريق متي. يلا أمي يلا. شو الفكرة يعني؟ ليش لا تروح لعند عمي خلال؟ قسما بالله إذا بتروح إلى بيت عمي خلال، قسما بالله. عمي جوا؟ جوا، تفضلي بالبستان، تفضلي. اهلا وسهلا. هالنجيلات كلهم هذول قطفهم ها؟ اي وحشهم كلهم. نظف تحت بيوت هالبطيخ كلهم نظفهم. يا غزوان بس تخلصوا خذ البيك اب وجيب السمادات معك. ايه؟ ولو عمي اهلا وسهلا بالحباب والقرايبين في مواعيد يا عمي. الله يخليك. يا اهلا وسهلا، تفضل يا عمي تفضل. شو بتشرب يا عمي؟ لا عمي بدي اشرب شيء كثر خيرك. شو شايف جاي لحالك؟ وين بيك؟ بيك مشغول شوي وانا حابب اجي لعندك لحالي. بس تفضل قعدي يا عمي قعدي. خير عمي؟ في شيء لا سمح الله؟ يعني بلا طولة سيري ومختصر الحديث، بي متضايق كثير. قر، شو مضايقه؟ الأرض اللي عنده كلسية ومالحة وبده شغل وتصليح لحتى يرجع يزرعه وتدر عليه. بصراحة بصراحة يعني خايف إذا أهمله ضيع منه مثل ما ضاعت الأولانية. شو قصدك؟ أبقصد الشي بس يعني. هلق بلا بسبسي. إذا كان بيك بعثك مشان قص الأرض الأولانية اللي فاكر بعقله الصغير إنه بي ورث له إياها، فهذا الموضوع انتهى من زمان. عمي كيف انتهى يعني؟ طبعا انتهى لك يا عمي. مثل ما لك شايفه الارض هي امتداد لارضي، وبي الله يرحمه ويحسن اليه اعطى كلام شفه لبيك بخصوص هاي الارض، فقام بيك بعقله الصغير قربط بهالارض بيديه ورجليه. وبيك للامانه ما معوش طابه بهالارض، وانا لما قدمت للدوله اثباتات وتحقيقات وشهود ما كانوا سجلوا لي هالارض باسمي. مزبوط ولا لا لك يا عمي؟ يعني عمي انت زلمه واصل وبتقدر تعمل يلي بدك اياه والعالم كله بتصدقك. طيب وبي زلمه مياده أبي سواش تحكي مع عمك بهالطريقة هي، أحسن ما أزعل منك ها؟ ألزمي حدودك وعرفي شو عم تحكي، أنت لساتك صغير يا عمي وما بتفهميش بهالمسائل هي أبداً. بس يا عمي بيي واقع بضيقة كبيرة وصفيان على الحديدي يعني، ومثل ما بتعرف نفسه عفيفي وملو. بلا عفيفي بلا شريفة، أصلاً عيب علي يبعثك لإلك هو قاعد بالبيت مثل النسوان. هو ما بعثنيش، أنا جيت هيك من حالي. ولك إسا بلا لف ودوران، قولي لي شو بدك من هالزيارة وريحي لي قلبي. بديش شي يا عمي كثر خيرك. ولك يا عمي قعدي، ولك قعدي عليتي لي قلبي، قعدي واحكي لي شو بدك وبقي هالبحصه اللي بتمك عاد. ولا عمي ليش هيك عم تحكي معي؟ وكاني عدوتك ولا غريبه عنك؟ عمي ميادة، اتركي لي العواطف على جنب واسمعي شو راح اقول لك اسا. عمي انا انسان عملي وراح اعرض عليك عرض،
لو كان صاح لجدي ما كانش مات. شو هو؟ أنا من رأيي بدل أبوك ما يدين مصاري مشان يصلح أرضه، لا ابيعها أحسن له وبلاله وجعت هالرأس، وأنا مستعد عم اشتريها منه وادفع له حقه كاش وعلى دوز بارة. أنت بتعرف يا عمي العالم مفلسة هالأيام وفيش حدا مع مصاري يشتري من حدا، الناس مات الهوى بالملعقة. يعني وأنا لو ما كان بيك خيي والظفر بطلعش من لحمه لك يا عمي ما كنت اشتريتها منه بصراحة. يعني يعني إذا كان بيي خيك وبتحبه وقلبك عليه بصحيح دينه هالمصريات خليه يصلح فيهم الأرض، بلكي بتصير مصدر رزقنا لأنه نحنا ما بنقدرش نستغني عن الأرض. لا والله يا عمي ما حذرت منه أصلا، أنا إذا نويت إنه دينه لبيك فبده يرد لي المبلغ مضاعف، وأنا بظن يعني إنه بيك مش قد هالحمل. يعني يعني بدك تاخذ منه فايض؟ سميه مثل ما بدك، بس المضطر يا عمي بده يتساهل صح؟ يعني ما عندكش غير هالحكي؟ لا والله يا عمي فش هذا الموجود. ايه تواخذناش عمي، ضيعنا لك وقتك. هاي قلل مياذا بده يشتري الأرض؟ قول بده يلهفها، بده يسرقها مثل ما سرق الأولانية مش يشتريها. هذا هو خليل من يوم يومه دقي المي بتبقى معي. أصلا أنا ما كنتش بدي هزيارة تم من عين أصلها. معلش يا أبو ميادة معلش، من ورا هزيارة عرفنا كيف بفكر. ماشي الحال ماشي الحال يا خليل، أنا بعرف شلون أتعامل معك من هلا قرايح. أخ أخ شبك يا أبو ميادة في شي؟ لا لا سلامتك ما في شي. قلي شو واقف ناطير أنا ناطير وإلي خاطير، قلي شو واقف ناطير أنا ناطير وإلي خاطير. بدك تطول ولا رح تنام هنيك؟ لا بطولش برجع على المغربيات. بدكين شاي؟ لا أبدا سلامتك. الله يسلمك. بي دير بالك على حالك وكون على الطريقة مشان صحتك، لفت لك عروستين وحدي بلبني ووحدي بزعتر. يسلموا هديات يا حبيبتي يخلي لي إياكي. يلا سلاموا عليك، يلا بخطرك. الله معك. الله يسلمك. سبحان من سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين. صباح الخير ام ميادة. صباح الخيرات يا هلا. هلوين يا مهون. والله رايح على ضيعة عنكبوتة السرطان. ايف بعيد عليك كتير. لا مش بعيد ولا شيء، كله ساعتين زمان. برتاح شوي بضيعة هذه شو اسمها هذه خرادة البقر. بعدين بكمل مشواري. وشو بدك تساوي بعنكبوتة السلطان؟ بدي زور مختار عنكبوتة السلطان، صح بكثير صار لي زمان ما شفتوش. على العافية. السلام عليكم. وعليكم السلام. شلونك يا طريف؟ شلونه خيي ابن امي وبيي؟ الحمد لله عمي ابو ميادة، داعي لك بالخير. داعي لي بالخير. لساتك هاضمه وعم تشتغل عنده؟ طبعا عمي ابو ميادة، ليش انا الي غيره؟ لا ملوش غيره قال. يعني الله يهنيك فيه يا عمي اخي خلال. خلال كاني شايفك مشقلك اليوم، شو يعني حليت مشكلتك؟ الحمد لله رب العالمين، فرجها وزاد بعدي اسمه، بعدي اسمه هالرب بيقطعها من قرني بيوصلها من قرني. السلام عليكم. وعليكم السلام. يلا هذا الحمار الحمار. وين رايح عمي ابو ميادة؟ راح لعند صاحبه مختار العنكبوت. يلا السلام عليكم. وعليكم السلام. وشو راح يساوي عم مختار العنكبوتة؟ بعرفش يا سيدي، بس شفت لك يا مبسوط كثير وقاعد لك على حماره وبإيده شنطة صغيرة وعم يقول لأهل الضيعة
انه رب العالمين فرجها عليه. يعني قبلك راح استقرض مصاري منه؟ علمي علمك يا سيدي. بقلي لك بعض؟ لا بديش بيض. بزبط لي نفس الأرقيلة. حاضر. شو رأيك بهالمسجلة يا ميادة؟ هي بهيبة كثير بتجنن بتاخذ العقل. إلا مهيوبي، هذه هدية مني إليك حتى تسمعي فيها ميادة الحناوي وديانة حداد ونجوى كرم ورويد عطية. رويد عطية بعد هذه سوبر سوبر ستار. يسلموا إيديك بي، يسلموا إيديك. بس ليش معذب حالك؟ أكيد هي غالي كثير. لا أفيش شي بيغلى عليك يا بنتي، ولما بيكون معي مصاري أبقصرش بشي. وهي الله بعد اسمه وكرمه فرجها علينا وساد بعد، يعني تراب الأرض صار مثل الحنة، وهي سمدناها وزرعناها وعين الله علينا، وزاد معنا فلوس بعد بتكفينا للموسم الجاي إذا الله راد. ربي الله يجزين كيف اختار العنكبوت. شو إنه زلمي أكابر وقلبه من الله. لكن يا أمي إذا لكن الدنيا لساتها بخير والخلية تخربيت. سبحان الله يا ميادة، يعني أحياناً القريب بيقرصك بس إنه يفتو، والغريب بيداويك بعطفه ورحمته. سبحان الله بقلوب البشر. ليك مين جانا يا أم ميادة؟ ولشو جاي هذا لعنا يخرب بيته مثل البو؟ أكيد جاي يشمشين. على عافية أمي أبو ميادة. هلا طريف، إيش لهناك؟ الحمد لله ذائلك بالخير. خير إن شاء الله. شايفك عم تجدد عفش بيتك إذا ماني غلطان. أي والله عم نجدده. ربك كريم، الحمد لله على نعمه، ربك فرجها وزاد. تفضل اعملي له عصير يا أم ميادة. لا 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 شكرا كثير عمي أبو ميادة، مستعجل شوي. بس يعني كنت مارق من هون، قلت ما حلو يمر وما سلمش علي. إيه لكن أنت ابن أصل يا طريف. شكرا كثير عمي أبو ميادة، على العافية إن شاء الله. الله معك وقلبي دعي لك. قال بده يسلم علي، قال سلم على أخي خليل بايك. واصل. الله لا يسلم فيه ولا عظمة، هو ومعلمه. تفضل تفضل اشرب الشاي يا شباب. تعي يا ميادة، تعي نجرب المسجلي. وين الكتالوج؟ تعي عيني حدك. وين العرباي؟ هذا ما بعرفش انوي لغة هذه. شو هذه؟ وين العرباي؟ وينه؟ هذه هذه العرباي. نظام التشغيل، ضع القابس غير المتوفر مع الآلة بالمقبس المتوفر قرب المخرج الرئيسي لمدخل زر السماعة الأحادية الصوت، ثم اضغط اضغط المقبس. شو هذا، عربي اللي عم بقرأ ولا إيراني؟ إسا أنت بتعرف تقرأ إيراني شي؟ هذا عربي أكيد. عربي؟ آه. طيب شو هذا القابيس؟ شو بعرفني؟ والمقبس؟ كمان بعرفوش. أصبح خشن البياع، أفيش كلام، لازم نرجعها هذه الآلي. مثل ما عم قل لك يا سيدي، عم يجدد بيته كله وجاي فرش جديد ومسجلي وكراسي وضحك وتم وشبه. قر من جت المصاري؟ ولك امبارح كان اندبوري، ولك اندبوري ما معه متليكه بيضه سلح فيها ارضه وحالته بالويل. معقول من جت المصاري عم بعزق فيها؟ منين؟ والله يا سيدي شغله غريبه مش عارف. يا قسما بالله فرحت لك من جوات قلبي يا ابو مياده، وان شاء الله الف الف مبروك، انت بتستاهل. قلبك أبيض. الله يبارك فيك يا أبو فياض، قسما بالله تراب الأرض صار مثل الحنة بعد ما استصلحناها. إيه الله يبعث لنا أولادين الحلال اللي إحنا الثانيين ينشلنا من الهم اللي إحنا فيه. ربك كريم يا أبو متعب، ربك كريم. أتقطعش أملك من رحمة ربك؟ أنت وأراضيك انخصبي، بس نقصكن شوية مطر. بالمناسبة بكرة أنتوا معزومين عندي على الغذاء بمناسبة تجديد البيت واستصلاح الأرض. قدها وقدود يا أبو ميادة، إن شاء الله تظل ديارك عامرة. إن شاء الله. الله يعزك ويخليك. يا معزة هات طقم شاي ثاني. يا ميزة أهلا وسهلا. اللي
المهلي. هلا المهلي. هسه نطول غدا يا ابو مياده. جعنا يا اخي. يلا يلا جاي جاي. خس الجوع يا شباب. يا الله. تفضلوا. صحه وهنا. شو هاد منسف؟ ولك ليش هيك عامل يا ابو مياده؟ شو عملت يعني؟ يعني لو عرفانين عازمنا على منسف كنا جوعنا حالنا يومين ثلاثة. طب ايش هكثير يا ابو ميادة؟ ما كانش في ضرورة، نحنا ملناش غربة. كثير مثقلها يا ابو ميادة كثير. لك بدو ايديكم هلق وكلوا هوا العرعرة القصة. بسم الله. بسم الله. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله. يا ام ميادة هاتي ماي. يلا يلا شاي شاي. يا ميت اهلا وسهلا. يا ميت اهلا وسهلا. يسلموا هديه يا مياده. كلوا صحه وعوافي ان شاء الله. خير ابو مياده؟ شبه حاسس شيء مثل سيخ النار بصدري. مياده 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 مياده. خير خير يا ابراهيم. سلامه قلبك. الله يخدوه. سطحوه على الديوان. دخيلك يا ابو سليم. نطلع لديك شوي شوي ما تخلي شيء. دخيلك بسرعه. تعال معي يا ابو فرحان. تعال يقر. شو هالحكي؟ قلت لي عامل عزيمة عنده بالبيت لك. اي والله يا سيدي. هيك قال لي لحام ابو مسعود. وان شاء الله عمك ابو مسعود معزوم عنده كمان. لا يا سيدي مش معزوم ابو مسعود، بس ابو ميادة اشترى خروف المنسف من عند اللحام ابو مسعود. خروف ومنسف لكان. اي والله يا سيدي. بدي اعرف هالرجال منين بجيب مصاري وبعزقها؟ منين منين بجيب؟ بعرفش. عليك العافية يا أبو ميادة. الله يعافيك يا دكتور. ما على قلبك شر يا أبو ميادة. الله يسلمك. عليك العافية. كيف شايفني يا سيدة؟ اطمنوا اطمنوا إن شاء الله خير. يعني بيّن شو في معه ولا بعد؟ الحقيقة قلبه تعبان شوي وبده مداراة. يا دلي يعني بده عملية؟ لا يعني لليمت لحالاته ما بتنفعه العملية. إن شاء الله إن شاء الله على الحبوب والأدوية بيمشي الحال. دكتور أني باكل دسم كثير وبحب الهبر، إله هالشي علاقة بوضعي يا ترى؟ لا لا ولا يهمك أبو ميادة، ما له علاقة. يعني لازم يرجع على المشفى دكتور؟ نحن عملنا الفحوصات والتحاليل بالصور اللازمة وما في داعي يرجع على المشفى. يلا عن إذنكم. كثر خيرك. يعطيك العافية دكتور. صحة وهنا إن شاء الله. عقلبك يا أم ميادة. بتريد شيء ثاني؟ أم ميادة بدي منك تبعتي ورا خي خليل، بدي شوفه ضروري. حاضر بيي. إسا بروح لعنده. خير شو بدك منه؟ بدي أحكي معه كم كلمة قبل ما ودع هالدنيا يا أم ميادة. هي سلامة قلبك يا بيي. شو هالحكي يعني؟ الله يطولنا بعمرك وخلينا إياك فوق راسنا. واك يا بنتي شو طويل وشو قصير. خلاص يا مياده الرحله انتهت، دوري بهالحياه انتهى يا بنتي، وما في حدا فينا مخلد بهالدنيا. شو يعني بدي اعيش للابد؟ للابد ولك بنتي لا يدوم الا وجهه الحي القيوم. اسا قيمنا من هالحكي وقل لي شو اعمل لك اليوم؟ شوربه رز مع البقدونس ولا لحم مدللي؟ شلونك؟ الحمد لله الذي لا يحمد على مكروه سواه. وين مشوارك؟ والله رايح زور ابو مياده. قل لي شو اخباره؟ ان شاء الله حالته تحسن. لا والله يا ابو متعب، بيني وبينك المرض بطان عليه وحالته بتسرش. الله يعافيه ويشفيه. يلا يلا نروح معك. تفضل. لا حول ولا قوه الا بالله. اهلا وسهلا عمي. تفضل تفضل. زيد فضلك يا عمي. سلامة قلبك يا ابراهيم. ما على قلبك شر يا خي. الله يعافيك. الله يعافي قلبك يا خليل. الحقيقة أنا زعلان خي، زعلان كثير. معقول تكون مرضان وأنا أدرى من العالم؟ ميادة تركينا شوي حبيبتي. حاضر بي. اسمع يا خليل،
أيامي صارت معدودة وقلب المؤمن دليله، وباعتبارك خيي بريد منك تلبي لي هالطلب. ولو يا خي إبراهيم، تكرم عيونك، أنت خيي الكبير وطلباتك أوامر، تكرم من عيني هاي قبل هاي. وبترجاك تخلي هالكلام سر بيناتنا يا خليل. إيه؟ تكرم عيونك خيي، سر كبير إن شاء الله. أنا كان عندي صيغة ومجوهرات وشوي الذهب من وقت ما تجوزت، وهذول غالين علي كثير يا خليل، وكنت مخبيهن وما حدا بهالدنيا بيعرف قصتهن. مفهوم مفهوم. وقديش يعني بتطلع قيمتهن؟ 900,000 ليرة. ولما ضاقت علي الدنيا وتسكرت البوابة وشي، حطيتهم بصندوق ورحت لعند مختار عنكبوتة السلطان وودعتهم عنده، وعطاني 400,000 ليرة دين شخصي. الزلمي الله يبارك فيه بيحبني وإيده للخير، وضل الصندوق عنده رهن لحين سداد هالمبلغ. قلت له يا مختار إذا صار ما صار راح بعت لك المصاري مع أخي خليل، بقى أعطيه صندوق بمجرد ما يعطيك المصاري. تفضل، وهي مفتاح الصندوق، ترجاك يا خليل، بترجاك تدفع له 400,000، وأني مسامحك ببقية المبلغ تبع الصيغة، وبيحق لك تتصرف فيه حلال زلال لقاء هالخدمة هذه. تكرم عيونك خيبو ميادة، تكرم عيونك. خلص طلبك مجاب إن شاء الله. كثر خيرك يا خليل، وهلق بقدر موت واني مرتب. وهذه دشيش. يا أهل الديري، يا أهل الضيعة، رحموا على المرحوم إبراهيم زين الدين أبو ميادة. يا أهل الديري، يا أهل الضيعة، رحموا على المرحوم إبراهيم زين الدين أبو ميادة. مساء الخير عمي. مساء النور. المختار موجود؟ اي موجود، تفضل. كثر خيرك. امين يا ارحم الراحمين. رحمة الله عليه وجعل مأواه الجنة. تعيش يا مختار، والله يرحم امواتك وامواتنا، وكثر الله خيرك اللي دينت خي ابراهيم وفكيت كربته. قديش كانوا الدينات يا مختار؟ 400,000 ليرة. على راسي يا مختار. وهي 400,000 ليرة وعدون. بسم الله. وفي أرض. وهلق يا مختار، يعني لو منكلف خاطرك الصندوق حسب وصية المرحوم. اي تكرم، على عيني ورأسي، الحق ما فيهوش مني، هيك كان الاتفاق. تسلم يا مختار. تفضل يا سيدي. يسلم يا مختار. وهي الورقة راح أمضيها قدامه واعترف لك فيها بأنه أرض أخوك بريء الذمة نهائيا. أنه أرض يا مختار؟ الأرض تبع المرحوم خيك. شبهها؟ ولو كانت مرهونة عندي. الأرض مرهونة؟ طبعا، على أنه أساس دينته 400,000 ليرة لكان الأرض هي الضمانة. يعني المرحوم رهن أرضه مقابل هال400,000 ليرة؟ شو مفكر لكان؟ وانت اسا فكيت رهنها، وهي توقيعي بفكر رهن. بكرة رح ابعت هالورقة لعياله حتى يفرحوا.
قل لي يا مختار، تعرف شو في بهالصندوق؟ لا والله، علمي علمك، هذا أماني عندي. هو قال لي إذا إجا خيي خليل أعطيه. وزنات حديد؟ أخي العزيز خليل، سددت لي ديني وفكيت لي رهن الأرض، جزاك الله كل خير يا خيي. وبهالصورة يمكن استرجعت منك حق الأرض الأولانية يلي خلف لي إياها الوالد، ويلي جنابك لطشت مني زورا وبهتانا. إيه الله يسامحك ويسامحني، بس هلأ رح تطمن روحي بأنه مرأتي وبنتي رح يعيشوا مستورين من خير هالأرض بإذن الله. أخوك المرحوم إبراهيم زين الدين أبو ميادة. في شي خليل بايك؟